اهلا وسهلا بكم في برنامج السالفه وين. السالفه وين؟ احنا حتى نحقق حياه الاهداف اللي احنا نريدها او حتى نغير حياتنا، للاسف احنا عندنا كثير 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 احكام وجهات نظر. فالسالفه وين؟ ماذا لو الان قلتي انا الان اقرر وانوي ان انسف وادمر كل وجهات نظري، كل احكامي، ويا هزه الراس هذه كل وجهات نظري، كل أحكامي حول كل أهدافي بهالبساطة. طبعاً على فرض أنه أنت تكونين كاتبة أهدافك ومحددها حاطتها قدامك. فانسفي ودمري وتخلي عن كل وجهات نظرك وكل أحكامك عن هذه الليستة مال الأهداف اللي أنت كاتبتها. بعض الأحيان مجرد ما احنا نتخلى عن أحكامنا، عن معتقداتنا، عن وجهات نظرنا، نلاقي السالفة الحل. فماذا لو اليوم تخلينا عن هذه الأحكام، عن هذه وجهات النظر، واختارينا إنه احنا نعيش حقيقتنا، واختارينا إنه احنا نغير حياتنا ونحقق أهدافنا بطريقة سهلة وممتعة. شكرا جزيلا، لايك وشير إذا حبيتوا الحلقة.